أنا موظف بنك ربوي، وطبيعة عملي ليس له علاقة بالعقود الربوية، وأرغب في شراء سيارة من البنك نفسه بالتقسيط من راتبي، فهل يجوز ذلك؟ كلا العملين لا يجوز، لا شغلك في البنك لأنك متعاون معه، ولو كنت في غير المعاملات الربوية أنت تخدم البنك، في عملك تخدم البنك وتعينه، وأن الله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فعليك أن تنتقل من البنك إلى عمل آخر. والأعمال كثيرة ولله الحمد، والوظائف كثيرة، اجتهد في الانتقال ولا تتأخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما شراء السيارة من البنك أو من غيره، إذا كان عنده سيارة يملكها تشتري منه، وأما إذا لم يكن عنده سيارة وإنما يرسلك إلى سيارات الناس ومعارض الناس ثم يشتريها لك، أو يشتريها له، يشتريها لك ويسلم ثمنها قرض ويأخذ منك زيادة عليه، هذا ربا، هذا ربا صريح. نعم.